لو عايز تجيب موبايل تحت ال 3000 جنيه ويكون جيمنج مع بطارية قوية يبقى الفيديو ده ليك. جهاز ريلمي نارزو 50A هو من ضمن سلسلة نارزو الجديدة اللي اعلنت عنها ريلمي في 2022. السلسلة دي فيها 3 اجهزة هما نارزو 50 و50i و50A اللي هنركز على مواصفاته النهاردة، وعشان ما طولش عليك اشترك بالقناة ويلا نبتدي. هنبتدي مع تصميم التليفون. هنلاقي الخامات كلها من البلاستيك، كمان هنلاقي بوكس الكاميرات مربع الشكل ببروز قليلة عن ظهر التليفون. وبالنسبة لسنسور البصمة فهو جاي في مكان جديد وغريب شوية، هو جاي في بوكس الكاميرات. وبالنسبة لواجهة التليفون هنلاقي ان الكاميرا جاية على شكل نوتش ووتر دروب، وطبعا ده بيفكرنا بالتصميمات القديمة في 2018-2019. وزن التليفون تقيل شوية، هو حوالي 207 جرام، وتخانة او سمك التليفون حوالي 9.6 ملي. التليفون بيجي بشريحتين بخدمات الجيل الرابع 4G مع مكان منفصل لكارت الذكاء. كمان هنلاقي في التليفون منفذ الهاند فري 3.5 ملي مع سبيكر جت من نوع المونو. وبالنسبة للشاشة في نارزو 50A هي جاية من نوع الـ IPS LCD بحجم 6.5 انش بريزوليوشن HD بلس مع تردد 60 هرتز. الشاشة فيها كثافة بيكسلز قليلة، حوالي 270 بيكسل في الانش الواحد، والبيزل بتاع الشاشة هتحسه عريض خصوصا في الجزء السفلي. ولو بصينا على مواصفات الشاشة هنلاقيها قريبة من كل التليفونات اللي سعرها ما بين ال 2800 لل 3200 جنيه، لكن هيفضل جهاز شاومي ريدمي نوت 10 وانفينكس هوت 11S هما أفضل جهازين من حيث مواصفات الشاشة في رينج السعر ده. هندخل على الأداء، هنلاقي ريلمي جهزت نارزو الـ 50A بنظام أندرويد 11 مع واجهة ريلمي اليو آي الإصدار التاني. معروف عن واجهة ريلمي يو آي الإصدار التاني إن هي واجهة سلسة جدا وفيها مميزات كتيرة مرتبطة بتحسين الأداء. وزي ما قلت في اول الفيديو ان تليفون نارزو 50A بيعتبر واحد من افضل الموبايلات تحت ال 3000 جنيه المخصصة للالعاب، وده عشان ان الجهاز مزود بمعالج ميديا تك هيليو جي 85، والمعروف عن المعالج ده اداؤه المتميز جدا في الالعاب مع معالج رسوم مالي جي 52. المعالج بيجي بتردد 2 جيجا هرتز، يقدر يشغل ببجي على اعدادات ال HD بمعدل فريمات بيوصل ل 40 فريم. وعشان المعالج جاي بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، شركة ريلمي دعمت التليفون ببطارية محترمة جدا سعة 6000 ملي امبير مع شاحن سريع بقوة 18 واط. كمان هنلاقي فيه بالانس او توازن ما بين المعالج والبطارية، هتلاقي ان البطارية بشحنة واحدة هتدي لك جيمنج لمدة 8 ساعات، وده طبعا شيء مميز جدا. بالنسبة للرامات ومساحة التخزين هنلاقي ان التليفون بيجي برامات من نوع LPDDR4X بحجم 4 جيجا بايت، مساحة تخزين يا اما 64 جيجا بايت او 128 جيجا بايت. كمان التليفون تقدر تزود المساحة الداخلية بتاعته عن طريق تركيب كارت ميموري خارجي. النقطة الخاصة بالكاميرات، هنلاقي تليفون نارزو 50A مختلفش كتير عن اجهزة ريلمي اللي بتيجي في الفئة الاقتصادية، والتليفون بيجي بثلاث كاميرات مع فلاش ليد ومزودين بالذكاء الاصطناعي مع ميزة النايت مود فلتر. الكاميرا الأساسية هنلاقيها بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8، وبالنسبة للكاميرا التانية هي خاصة بالتصوير الماكرو جاية بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا التالتة للتصوير العمق أو العزل جاية بدقة 2 ميجا بكسل. أداء الكاميرات بيعتبر الأداء العادي لموبايل من الفئة الاقتصادية، بيأدي الغرض طالما تحت إضاءة قوية. بالنسبة للكاميرا الأمامية هنلاقيها جاية بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرات كلها بتقدم تصوير فيديوهات بجودة الفول اتش دي. نوصل للجزء الخاص بسعر التليفون، شركة ريلمي أعلنت عن سعر النسخة الـ 4 جيجا بايت الـ 64 جيجا مساحة تخزين داخلية بحوالي 2899 جنيه أو ما يعادل 190 دولار. بالنسبة للنسخة الأعلى اللي هي 4 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلي 128 جيجا بـ 3299 جنيه ما يعادل 217 دولار. نتكلم بقى عن مميزات وعيوب التليفون. هنبتدي بالمميزات، هنلاقي أداء التليفون مناسب جدا في الألعاب. تاني حاجة البطارية بتاعته قوية، تالت حاجة بيدعم كارت الذاكرة، رابع حاجة بيدعم لمبة إشعارات. بالنسبة لعيوب التليفون هنلاقي مكان البصمة مش مريح لبعض المستخدمين. تاني حاجة كان يفضل ان التليفون يجي بشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز مادام هو جاي مخصص للألعاب، زي ما شفنا في تليفونات شركات منافسة جاية بنفس السعر ده ولكن بمعدل التحديث 90 هرتز. ودي تعتبر اهم مواصفات تليفون ريلمي الجديد النارزو 50A، ومستني رأيكم في التعليقات عن التليفون نارزو 50A هينجح ولا لا في أسواقنا العربية.